وتطرد في الكافيهات. ايه تروح تطرد الكافيهات وتروح وتجي نهاية الترم تنضبط ما تمشي معنا اخوك، ما تمشي. وش صار؟ لا ابد يحباني، كان عندي شغلة رحت خلصتها وجيت بس كذا. اوكي كان عندي شغلة خلصتها وجيت. طيب والحكم؟ الحكم يعني راجعين له، احنا الولد راجعين له، الله يستر عليك وعليك. ايه بنسطره والله سطره، فهذه لازم تكون لطيف. والله شوف الصدق انا لطيف، بس في اشياء، في اشياء يشوفونها الناس انا ما تهمني، ما يهمني اني انك تشوفني لطيف ولا ماني بلطيف. انا التعامل معي هنا مثل الواقع، كيفك انت في الواقع؟ انت كويس؟ انا ادخل معك هنا كويس وفي الواقع كويس. انت خبيث وانجس من يمشي في الارض هذه، وتجي هنا قدام الناس معطيها وضعيه الولد. لا اعطيك، انا ما عندي مشكله، يعني انا مش سيك. اذا انت كيوت في الحياه الواقعيه وفي السوشيال ميديا كيوت، انا اخش معك كيوت. اذا انت هناك مسوي لي بيها كذا يعني قدام الناس مسوي لي بيها كويس، انا اسطرك، ما عندي فيك، عاملك مثل الواقع. انا شخص عفوي ولطيف، انشرت عفويتي. ايش معك فيها؟ والله كذا انا، والله انا كذا، انا كذا. حبيتني هلا حياك الله، ما حبيتني طاح من الصحة اللحي. كيفي مجازي انا، نقابلك في الواقع معطيها طقعه ونص ومضرنطي، نقابلك في الاعلام معطيها وضعيه الكويس الولد اللطيف قدام البودوكير المناكير. انا مجازي، شكو شكو والله سيء. انا ارد على كومنت، بدا يخوره والله ما خوره. الله دخل البيت واحد اسمه مياسه، حلو الاسم والله. طيح عليك مكيف؟ لا والله، والله اني اصحى من الهبوب، بس يعني انا ارد على واحد يقول بهاج ليش انت ما انت بلطيف مع الناس؟ والله انا لطيف، بس انت ما تدري الناس كيف. ابي بدا بلي دخلني على الدش، خش الدش خالي احلى ولد. كنت لطاف والله، شكرا منار. والله صدق يا عيال انا بقول لكم شيء، انتوا بعيد من الاشياء دي. انا مطلع عليه، انا والله ما يهمني، ما يهمني مدحة فلان وذمة فلان. لي يدخل علي في البث، يا الله كريه متغطرس متكبر، الولد هذا قبيح جدا. انا ما يهمني والله، ما يهمني، ما والله، واشهد الله علي. ما يهمني انك تقول يا الله الولد هذا متغطرس والحمقى جعلت منهم مشاهير. المعطي الله سبحانه، ما حد اعطاني، الله اللي اعطاني، فوجب علي اني احمد الله واشكره على كل حزه. إيه؟ نظام مشاهير نعطي طاط وتجيني هنا بوجه؟ لا حبيبي خليك على وجه واحد، انا احب الرجال اللي وجه واحد بس والله. ونجينا في اللطافه فانا الولد اللطيف، نجينا في الجمال فانا اجمل ولد، نجينا في الادب فانا افضل واحد. بارك الله فيك وفيك يا سي، انت تهبد واجد والله، شاهد شوف وانا اخوك مجازي، انت الولد القبيح. ها ليه سار اركدي على الهواجس يا مور؟ يا والله انت المحترم يا مور،
حلوة الزبيبيشة والله فعلا حلوة الثقة. نعم الحمد لله. هي اللي قي عمره ما يتعدل التواضع سين. انت يا ابن ادم يلعن الله مختال فخور. من تواضع تحت ربي يعليه درجه. مشكلجي؟ لا ماني مشكلجي، انا سكني كذا اطالع كذا الواحد كذا سكني. انا اصلا مودي، انا ترى مودي تدور له والله بعض الاحيان. شوفوا اجمل ولد، شوفوا شوفوا الوجه، شوفوا احبوا. وش السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ عساك طيب؟ بخير. ايش فيك يا ولد؟ ايش فيك مطنقر انت؟ اخوي مجاز يا اخوي. يا اخي طنقر يا مسلم، ادخل الناس تسلم عليك يا ولد. اقسم بالله اني لا التفت لك، اقسم وبيت بناه الله. ايوه اسمع لا حلق شنبك. والله التبطي تدري ان صقري طار 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 ما يوقع على العلش نبي. وشنو؟ صقري طار 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 ما يجي العلش. اسمع اسمع اسمع، انا بلزمك بيدي الثنتين. بلزم؟ اما حلق شاربك وانت تعاين. والله التبطي، والله انا كنت عقب. الفرخ. والله انا كنت عقب، تعال 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 يا لباني تعال، خش خش يا لباني تعال. تعال! صغير ما تخوف. ما تخوف، تعال ايش فيك؟ ايش فيك خايف؟ تعال! تعال تعال تعال، ما راح اخوف انا، تعال. صح صح اكثر اكثر. صح. فيك؟ انا بك تصيح، صح؟ ما انا بصيح، بخليك تصيح، بخليك تون انا. الحلو. بخليك حلو. حلو جوك المزيون يا طشت راسي طشت راسي عندي زي كذا الحين قلت يعني ايش افضل افضل مزيون دخل البرامج الواقعيه. حلو من بعدك ما نجي من بعدك. اجمل من انجبت برامج، اجمل من انجبت برامج الواقع. شكرا شكرا. هذه وش بوبو ذي وش يعني اخي؟ يا ديك بتش علامك انت، علامك يا ولد. لا ترفع صوتك، انت ما تخوف مره. حرام كذا ارفع صوت قصر الجواك يا ولد. لا بس يعني انت ما تخوف. قصر جواك يعني انت كذا، انت الحين جالس كذا يعني انك مستقعد الحين. لا مو مستقعد بس انت انت صغير. صغير؟ تعال خش ونعلمك الصغير الحين. شلونك خلودي؟ والله بخير، شو الاخبار ابو محمد؟ والله وينك؟ في الدوادمي؟ والله اني بشقرة. بشقرة؟ وليه تلعب علينا تقول انكم الدوادمي؟ يا انا كنت في الدوادمي. خش خش انا ترى العب التوب اخلص. ها الله اي شوف عاين عاين التوب كم انا ادخل قد الفروخ يلعبون على التوبات. ما اراك شيء ما اراك شيء. الله يهزمك. اسمع والله بينك وبين قمر تنافس. والله يمكن نعطي منك. تعال ما نقول شيء. الحمد لله. اسمع الاخبار والله بخير بس يعني كم لك وانت تنافس قمر؟ اشوف انافس قمر وانت يا ود يعني ممكن... انا 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 ما عندي سالفه بس يعني كم كيف كملي وانت وقمر في منافسه يوم انت ورع اليوم انت تقطع الدنيا وانا انافسها اذا ما شاء الله. ومن اللي يفوز على الثاني؟ والله عاد مرات. ليه ليش تسال يعني ليش تسال انت؟ يعني ودي انافسكم. تنافسنا حلو الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك. ليه ما ناد ناد خلينا نلعب ثلاثي. عادي من؟ قمر. يود تعلمك يا قمر، خل اشوف هي شان هي. اوبو. شو كبسه كبسه؟ تقول لي. نعم. وش علومك انت؟ والله علومك انا. طيب. انت وينك؟ يود كم مره هرجع اقولك شقره. مستعان وق يا عيال. يا ولد ولك مني ولا والله انك تعقب بدون يعني بذيئه. جماعه ادبل يا الربع ادبل 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 احنا مش كم مستنزفين. ادبل يا الربع ادبل خلوني انام على اذنه. ادبلوه ادبلوه. وين تنام؟ على اذنك.
والله ما ادري، انا اشوف الناس يقولوا كذا. انا معذره. انت ما انت بطيب يا ابوك. ليه ما انا بطيب؟ ارحبي ارحبي ارحبي. قمر ولا من؟ ما عارف وش جاوب قمر، يا ودي زوج قمر، طشيت راسي بقمر. شغال خطابه بعد، بذوذ وخطابه. شمس مدري ويش. تراها جوله وحده. زين؟ زين. مسموع فيها كل شيء. مسموع. والله هذه يعني ويش، انت تتابع افلام واجد انت يا ولد. ليه؟ ما ادري يا ولد. انا داشر كلاب انت ولا ايش سالفتك؟ الله يلعن ابليسك. الله يلعن ابليسك. علي يطلقني الشغل ذي عشان يهجد. لا تدخل معنا معطيه وضعيه الزاحف وانت. وش زاحف؟ وش دخل الزحف يا ولد؟ اعتذر. والله ما اعتذر، لو تموت موت. بتلك باذنك. تعقب. بتلك. تعقب. والله ما فكك لو تتوسط فيك قمر. تعقب وتخسي. بدون البعض. راح. ما تخوف، والله ما تخوف، انت كيوت. والله لا لا جلد، والله لا خليك تنفس، والله كيوت مره. ها؟ تقول؟ أنت ما تخوف. ما تخوفش. ما يا ده صاحي، شو بفوز عليك الحين؟ وبحكمك أحكام وبتتلكع، دايرك بتتلكع وبخليك على جوك. والله لا خليك، والله لا خليك على جوك. لأن الحين بجلدك، والله لجلدك. يا ويلك مني ويلاه. والله يا ويلك مني ويلاه، علمك الحين. الموت جاك، الموت جاك، الموت جاك، الموت جاك. كم عمرك؟ وا؟ كم عمرك انت؟ وش تبي بعمري انت؟ بتزوجني انت؟ وش تبي بعمري؟ والله انك ولد كفو تستاهل الزواج. عنك. سام؟ غصب عنك، هذا مو غصب عنك. بدون هذا غصب. ايش فيك يعني؟ حلو وكيوت وطاير شرس. فيك تتكلج؟ بهوجي كلج؟ بهوجي كلج؟ ارحبي ارحبي ارحبي، تكلج بهوج. قمر ولا من؟ من يا اخي ايش تبى انت يا ولد؟ ايش تسولف انت يا ولد؟ طيب انا بسالك. اسال وتلقى الجواب. اخر ثواني الربع. ليش انت يعني بالناس. كيوت والفاظ بذيئه. ليش ما عندك اسلوب؟ ويع ياخذ بالنات مني. طرق عن خشمك. تعقب وتخسي. الحجيه. تعقب وتخسي يا رنيس. يا الخجم. يا الخجمة. آخر انذار، غياب ثاني، غياب ثاني ينزل فيك حرمة. والله أفكك لو توسط فيك قمر مالك. دكتور جامع. اسمع اسمع ما. حكم يا تستهبل أنت. الحكم الأول الآن تخش تويتر تحط صورة. أيوة. تحط صورة. أيوة صورة. الله أكبر يا شهرة الدنيا، أنا ترى عندي 3000 بس. طيب اسمع حبيبي. أيوة تحط صورتك. صورتك انت. ايوه شايف. تصور سيلفيك طاق صوره من جوالك الان بالشخصيه دي طاق، وتكتب اجمل واوسم ولد في البرامج الواقعيه وقلب بنفسجي. طيب الحكم الثاني. الحكم الثاني يا طويل العمر وبقوا السلامه، تجيب لي معجون وتلطخ وجهك كامل. جاهز 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 مالك. الحكم الثالث. الحكم الثالث تاكل 5 بيضات. سوي زحف انت. ليه؟ والله زحف. انت فاهم الزحف غلط يا ولد، طشيت راسي بالزحف ترى. كومنت يقول ما ادري مسوي زحف. من وانت تقرا كومنتك شويه يا ولد. شو دباب كومنتات انا؟ عرف قدر نفسه، ايش المثل ذاك؟ والله سرابيت، اقسم بالله انكم سرابيت يا كومنت. قدره نفسه، عرف قدره نفسه. والله سرابيت الكومنت يا عيال، ما صدت اسمك. يا ود وش اسوي يا ود؟ حكم رابع. طيب يا ود والله في حكم رابع ورب المصحف مو مني. يا ود وتر علي حرمني مدنيه يا ولد. واحد في الكومنت والله مو بنا، يقول الحكم الرابع ياكل سلحه، والله مو بنا الكومنت. والله انا كنت خسي. تهبى تهبى
تهبى وتخسي تهبى تهبى يا خجمة. والله انكم انتم رب المصحف. رجع اقرا اكتبوا كومنت اجلدوا اجلدوا بقره اجلدوا 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 بالله اجلدوا بكومنت بقره. والله من مني منه اسلح انسان قد شفته بهاج اسلح انسان قد والله انه مكتوب نذر يا بهاج انه مكتوب عندي في الكومنت نذر لانك قليل حياه. شو تعال انا زيك 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 والله عاملك نفسي نفس ما تعاملني انا عاملك يا ولد ما عندي لف ودوران انا ما عندي لف ودوران تعاملني كذا عاملك كذا. يلا قم قم نفذ. وش نفذ يا ولد؟ نفذ الحكم الرابع اللي قاله لا. الرابع وش؟ تعقب وتخسي اي حرمتنا يا عيال تخسي. يلا يلا يا سلوقي يلا قم بس سلوقي عقب الجعري عقب الجعري اي حرمتي عند مزرعتنا انقلع اصبر با وش نفذ يا عيال صامل انت ما افكك لو تتوسطي قمر يا رجال قست خلنا اطلع نسلم سولف انا جاي اسلم عليك رجال. يلا نفذ نفذ اصور اقول اوسم سان وشو؟ ايه اجمل واوسم ولد في البرامج الواقعيه وقلب بنفسجي. اجمل واوسم واجمل واوسم فتى في البرامج الواقعيه. نعم. يلا يلا. اجوالي هذا في تويتر ترى. يلا يلا صور تعب بسرعه. يلا. يا بردايم يا بردانا وش قلنا لك؟ يا حلوة زعلانة. الصلاة يا جماعة جزاك الله خير مشاهداتك وهمية بخشم الريال. لو تبي أشريك بعد أشريك يا فاشل يا عديم الإحساس والذوق اذلف اذلف قال الله هذا الوجه. أنا أدري إنك خالد الروقي بحساب وهمي مسوي ما معك الجوال واحد قال الله هذا الوجه عقب بس أفا تعقب وتخاسي. بيك يا خالد الراقي يا زين يا خالد يا حليلك يا خالد يا حليلك يا خالد الراقي يا أخي لطيف كيوت ايه ميم ايه من ينكرون الجمايل لا يهمونك ردود الافعال منهم لا تعرضهم ردود الافعال منهم لا تعرضهم حتى ولا اعطيتهم وحده من عيونك اصبري يا عين لا تبكين بهاج نفذت خلاص حبيبي الله يخليك طول عمرك تبي شيء سلامتي سلامتك انت تبي شيء سلامتك يا حبيبي الله يطول بعمرك يا ابو محمد جاي نسلم عليك وناخذ علومك حبيبي والله خلود بيننا لقى ان شاء الله الله يطول بعمرك باذن الله الله يحفظك يا مرحبا يا شيخ حبيبي والله خالد قبيل بغيت اقول الحاجه بس اني اسمع هذا من الناس اللي ترى هذا هو هذا فعلا تقابل الشخص في الاعلام تقابله في الواقع نفس الشخص رجال رجال اشهد بالله انا رجال رجال نظيف ما هو بيلحق شكه في عمره الله يرزقه في ذا الساعة ويوفقه ردود الأفعال منهم لا عبود هنا في البث عبود شهران يرحب أخبارك بهاج والله بخير يا حبيبي أبشرك من نشدني قلت طيب على أحسن ما يقال
راح نزين بعد المنام من عسير زبايب صاحب اللي ودا شوفه محال حلاوة العربان دونا ودي تنطب أبا ليه وانا اخوك الله يزادك كومنت فيه شباب دشير والله دشير غير اسلوبك من عيوني والله وش تبي يعني اللي تبي وانا اخوك انت لو انك عود صدره كليتك من قلب حائل نسلم عليك لبيكم يا هالحائل دوري بالشفاء الله يجعل ربي يشفيك انا مدرب لا الحمد لله يعني زودتها والله زودتها وانا اخوك خلاص كنا شلينا منك ذا خلاص يعني انت ما تفلينها عشان ما افقع وجهك اصبري يا شنو هذا لا احنا نعرف اصبعي ان كان ودس ان كان ودك تصبحي وان كان ما ودك عدنا يا قلب لا تنظام ما على وجه البسيطة زين والعواض في دورة الأيام عندنا ودون الخوي صفين حتى والانفس ذرا وحزام شعور الشهرة حلو الشهرة طيبة الشهرة زينة الشهرة خلتنا نتجمل مع الرياجيل وخلت الرياجيل يقلطوننا في صدور المجالس ووصلتنا للرياجيل ما فيها حيلة حسن الله يعطينا خيرها بس لازم توازن بينها لازم انك توازن تمسك نعم يا كيا احسنتي عرفت توازن والله ابشرك انا موازن انا موازن والله ما عندك سالفه قفل بس لو انك مغتني مشتهر لا والله يا اخوان انا صريح لا 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 الصراحه زينه الصدق منجا لا لا الله ثم الشهره ما زانت اموره واجد في الحياه والله ما زانت اموري لحالي زانت امور ناس واجد معي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله الله يصبحك بالخير يصبحك بالخير وارجع لهنا اشفق على شوبك ولا لي فرقك وشوف شكر فوق متنك تذن اشهد لله اللهم صل على محمد حرام يعني الوجه القبيح ذا في بثه ألف وانت في بثك صفر علي طلاقنا صفر الله يسعدك خمس ثواني مو بعربي ذا الله يستر عليك ودي علي الطلاق ودي يا عاصي الناس يا مرخي مستواي لو بطيع النفس كيف ردها سبحان سو المنقلب ابو ديبو الصعيدي يا رجل دورها لك بس يا ابو ديبو
نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات في ذا الساعة وفي ذا اللي، يلا يا رب تثبتنا. قلت أخي نسأل فلان وفلان، الله يلعن بليسس يا فلانة. يهود ما تناسب، ما تناسب يعني يا ليلس. الحكم الأول أكلي خمس فراولات، والله لا يا أخي أنت فايز احكم علي. لا أنا بحكم على نفسي، أسكع راسي في الجدار، استا 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 فهاجر استا استا. والله ما يناسب مرة، هو ذنب، هو ذنب، هو ذنب عليك، هو ذنب. الله واحد، الله واحد ما غير أحد، فعلينا كلنا الذنب كل بون. بس فيه واحد يعني تحس إنه مقبول شكله، وفي واحد كل البث نشيد. غير لاق والله، يمر غير لاق مرة، غير لاق. يلا يا فلانة، أنا وفلانة أخويا وفلانة وفلان. أخذ زي يلا أم الولاس، أدري الشباب مستانسين، أنا معبو مرضي. جاذو الآن أم الرعب، ولا مسعود وجهه تقول وجه سلقه. يلا تجمعت شرين. غسري شعرس يلا انا بلوجه. الله يستر. خالع شد الله اني خالع مهبول خلفه. والله جدا كيجس. استغفر الله ازيك يا انا في الوجه انا قلت له كيجس يا رجل سالح قوس. قصح والله قصح كبير. عشان شارب ما شربت شي. والله صدق احسنت. تخيل شيء انا 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 شوف او السين عليك ابها. هذا صديقي بيتكلم بيسب بيتكلم. انا ودي اسالك سؤال. طفيت بلوتوث عشان الناس اللي عندي الاشارة كلهم ما يسمعون سبك. انا ودي اسالك. تفضل. انت تعيد بيوم العيد؟ يعني كيف يعني افك وجهي واركب وجهي جديد؟ انت بحد يحبك، اقسم بالرب المصحف ما يحبك الا امك وابوك. وانت انت حتى عيال عمك ما يحبوك. انت تحبني، اقسم رب المصحف انك تحبني. احس ريحتك ريحه. لا لا هد 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 هد. وين رايح انت؟ داخل بالعم كذا. شوف انا قبيح صح؟
والله العظيم اني اجمل منك، انت غار مني ما ادري لي وش. بالله شوف، تخيل الخشمي كذا، تخيل الخشمي كذا، انت مرض تروح تسوي عمليه تجميل، مرض تستر نفسك انت، بعدين بسوي مربي شعر كله قمل، وش فيك؟ خلوها رياضية يا اخي. ما هو دخل على طول يبغى، ما ادري ايش يبغى مني، ويغار مني كل ما شافني. انت شايف وجهك؟ انت وجهك كانه فخذب ومضي. انت قبيح، انت مستحيل، انت ضروري اذا جيت تبي تتزوج ان المرأة اللي خطبت فيها تستخير 10 مرات ضروري الزامي تستخير 10 مرات، لان انت ما حد يعاشرك، انت ما حد يروح معك، انت ما حد يسكن معك، انت نحن بوجهك، نحن بوجهك تقول بطن طفل، انت ما فيك مجد. حلو بطن طفل، حلو نظيف جديد، ما فيك ما انت فيك. وجه والله العظيم وجهك كأنك ام محمد صقر الشمساني، ايش فيك؟ خلوها رياضيه، خلوها رياضيه، ما هو من القباحه اللي فيه، هو عنده حاجتين، انه قبيح بزياده وانه تعبان، لسانه تعبانه ويغار من الناس، ما ادري ليه يا اخي. عادي يا اخي، ترى في مستشفيات، في تقدر تنقص من خشم كذا سهله يا ابو عايد. ما هو اسمك، ما هو اسمك مناحي، اسمك عبد الجبار، لا سامي دي. انت ترى اسمع، انت لا تحس باللي يخون، انت ترى ما يخونك الا الناس المحتاجه، اللي ظروفهم المادية لك عليها، اللي ما معهم سيارة ودهم يركبون سيارة ويسمعون ميحة حمد ويفرون، فعشان كذا الناس خووك معك سيارة. شفت هذا اللي جنبك، شفت هذا اللي يسمع صوته أنا، هذا اللي جنبك ترى ما خواك إلا الحاجة الملعونة الجدف اللي حدته إنه خواك لما معك سيارة. طيب أنت ليه خاويني؟ ودي أركب سيارة. أنا ما خوي، أبداً خوي. والله أنت خاويني. الأسبوع الجاي والله أسحب عليه. والله أنت خاويني. شو خويني؟ هو ميدك، ميدك. لا كيف يسحب علي؟ انا ما اعرف عشان يسحب عليك. الا تعرف انت؟ لا ما اعرف. الا تعرف سامر بعد يوم تضحك وتقول اوه الانسان هذا كويس، يا سلام والله الانسان هذا ذكي نظيف مخه، يا لعيب. لا 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 غير صحيح. لا شوف غير صحيح. انا بعلمك حاجه، شوف انت يا ابو محمد ليه تخويني؟ انا سواء متربعين سواء عندنا تجلس معنا في ديره في المزرعه، ليه تخويني؟ يعني محتاج انت؟ غير صحيح، انا ما اعرفك. انت محتاج؟ انا ما اعرف. انا ليش اخويك؟ علم اقول لك ليش اخويك انا؟ انا ما اعرفك. طيب قل ليش تروح معي عايد؟ ليش تبقى لي تكلمني؟ سواء. انت قل ليش؟ ليش؟ ما اصلحها معك، ابغى بس اتمسح معك، بس كذا، اذا ما لقيت سمره في بيشه، يعني ما في ناس، ما في سمره، ما في ادق لك تعال يلا نسمر، كذا عشان اسمر بس وامشي اروح بيتنا ارقد. جدول عليك. ايوه يعني عايد يا ابو محمد الامور يس، بس اني قبيح والله انك تبطي، والله اني والله العظيم اني حلو. في ذمتك هذه ما هي بشخصيه، والله مش حلو. انت ورب اسمع، في ذمتك يا محمد لو انك شفتني بالشخصيه هذه، السلام عليكم. لا بالله العظيم ما تنجذب لي. لا مستحيل يا البتره، تدري اسمع انا بقول لك شيء، انت ضروري انك تستقيم لك الله سبحانه. سبحانه. إيه لا تفرط في الصلاة ولا تفرط في شيء، اتصل صم اطلب الجنة. راضي والدي، راضي والدي. والله انت ضروري، انت ايه انت 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 انت, أنت لك الله. ما لي شيء في الحياة هذه، ما لي الا ادعي ربي اني ادخل الجنة. ورب المصحف. ايه شوف انت عندك ظروف. اسمع يعني انا ذا الحين انت تشوف في عقلك اني ما لي شيء في الحياه هذه، بس لازم اني اروح ادعي واسال ربي يدخلني الجنه، صح؟ نعم والله مو معك الا هذه، غير هذا ليش تحطم هذا؟ ليش تحطم اخوك الصغير؟ والله اللي يحبك ومن فانزاتك ويدعمك في كل شيء، واذا سويت خطا يشوفه صح، ليش؟ انت بنكي ها؟ ما شاء الله. ليش يا ابو محمد؟ يعني من كثر اني ما احبك الخطا اللي تسويه اشوفه صح، اني ادعمك. هلا عايض الله يحييك. عايض انا سعيد جدا بتواجدك معي، مع اخوك بهاج الاكلبي من بيشه خصيصا الباطن، ولد شغوف، يسموني ابو الجوهره. ما عليك هل انت يا ابو الجوهره ساكن في الباطن ولا في بيشه؟ لا والله ساكن في بيشة، رجل أعزب. بالله ما تزوجت باقي؟ لا والله لحد الآن.
الله يعطي كل بنت اللهم امين. بس يعني رائد اعمال حلو عفوي يعني على نياتي عفوي عفوي جدا والله انها شطبتك انا اخوك جعل ابوك في الجنه. رجل احب الناجحين، احب الناس اللي اسميهم ذربه مثل عايض. ونعم فيك والله انك ونعم. اسم عايض بالله وش يعني لك؟ والله ونعم عايض الحارثي، ونعم والله يا حارثي من قبائل المعروفه. اسم انا ابغى اسم عايض يعني وش يعني تشوفه ذرب حلو انسان والله والله الاسم راح ها طلعت سلحك. ليش سلحك؟ سلحك انت ليش؟ ايش ذنبي انا اللي قلت اطري؟ لا والله ارفعت من وجهك يا القبيح. والله يا القبيح انا اجيبك المزرعه عندنا ما ندبك. طيب والله العظيم انا اصورك عن خلاص انت مربط هذا بهاج عنه قبيح. اما اربط شعرك مني اما خلي الشمسان يمشك مع خشمك كذا كذا بدون خشم يعني. لا لا بخشمك عشان خشمك هذا نسوي له عمليه تجميل جديد. تعال الله تعال اقسم بالله لا ادبك. تعال تعال جوا تدبني انا خش جوله واحده من احكام انا اعلمك. يلا احكام صلخ اعطب يا حظي متى بيتعدل حظي وافتك من الفشل هذول. يا الفشل هم اللي منجحينك اتعبا. بعدين اسمع ليش حط اسمك بهاج؟ وطال الليل لا تغير الموضوع لا تغير انا لا تغير. ليش حط اسمك بهاج؟ ها دقيقة انتوا اغبياء يعني يعني انتوا علي طلق لكم انتي يعني تشوفوني كل يوم اصوره ناس مرسوه جاسم يعني ما تدرون اني ادري اني اسمع هاي. والله الناس هنا تعبان. طيب اسمع ابو محمد عندي سؤال لك صريح صريح يعني انا احبك لانك انت صريح انسان جدا صريح ولا تحب اللف الدوران. تفضل. لو لقيت 10 مليون في الشارع كذا طايحه جيت تمشي كنت تمشي سبحان الله لقيت شنطه فيها موسوسين. حلو نبدا في الشنطه. صدق خلنا نشوف يعني ما عندك شيء وش بتسوي في 10 مليون هذه؟ تاخذها بتسلمها ها وين لقيتها؟ في بر تمشي لقيتها في بر. والله يا اخوك الله لا يكلنا الا حلال. حلال ربي رازق لك. لا والله ربي الحكومه طال عمرك. والله صادق والله انك فنان والله شفت انسان انسان بس انه قبيح. تدري ان هالبيشه يحبوني يحبوني اكثر مني ينادوني افضل ولد في بيشه عايد الحارثي. اذبل فيها رجع سلم على الحكومه. هذا بيسلمنا للحكومه الولد اللي هذا بيسجن صادقي بالله يروح انزل روح دوام تكفى انزل انزل ساكي. انزل طيب اعطني اغراضي يلا روح افتح ايش معك كلها معك كلها يا اخي ما افتح هكا انا مترك دقيقه ايش خذيت؟ ايوه ايش ليه خال ليه يا فاشل ليه خالك عايز يدخل علي يقول فاشل كل هذه عشان ولدكم؟ نزل نزل الولد ده نزل بينزل ده خالك يدخل علي يكتب ميدي يا فاشل يا حليله خالي ليش يكتب؟ انت وش فيكم علي؟ انا كنت خليك تدق عليك والله يدق ومبسوط وهو الفاشل خالك الفاشل ذا حتى ما يعرف يسوق. انت لا ترتبك معي كل امور زين انت لا تنتفض و... آه. تجي حق الشاي اللي ينكب. يلا الله يحفظك يا ابو ديالة ولا تنسى في اللي وصيناك فيه. ايوه متى اجيك عشان اخذ الاوراق؟ مرنا على 9 كذا. يلا الحب مرضي يثني تانا الشد لك لبيع علومه ها البيع. شوف شوف بالأمان أمانها أمانها إنك تشوف. مرحبو نبغى ننتفه. تخيل في واحد تدري ايش كاتب؟ ويش؟
كاتب عايض الأكل بي وراك ما تفتح بث أنت وتدخل مع بهاج. أضرب أنزل خالي إذا الحكومة مستمنة. صلاة شباب نبغى صليت أبو حمد. يلا من فضلك. الحمد لله. صليت أنت؟ الحمد لله في جماعة. يكفي ما اشهد لك لبي عن علومه غنم تلعب وانا قدني يمهون من اللعب. خلي عاد الشمساني تخانقوا. الشمساني موجود عندي والله لو تشوف الحفل. انت اقرا اللي عندي وجه الله ان محمد صقر عندك. ايوه انت اقرا الحفله تقرا كلام اللي عندي ولا ما تقرا؟ مستحيل انه موجود. انت تقرا اللي عندي هني؟ لا ما اقرا. يا ولد انا في فيلم هني في فيلم في ضحك. ايوه يا اسمي. هلا بك. متى ترقد؟ دم؟ متى ترقد؟ والله ما ادري. ودك بفطور وقهوة روقان صبح تروح ترقد. لا والله يا ابوك. ليش؟ ما بدي. عن السعادة. تعال. لا ما هي جولتين حبيبي. لا ما هي بجولتين، انا قلت لك جولة واحدة. لا انا قلت جولتين احكام صلخ. ولع انا ماني بكبرك ترى. علي الطلق لدي ولعلك نتيتك بيدي. لا جيك أتلها دلحين لك علي الحرم ما يمنعك لا شمساني ولا خالي. لا أربطك ربط ولع والله. لا جيك الاستراحة أنا أربطك في السرير اللي برا. اهدى يا حبيبي. على رؤوسنا أنت لا تلكع. اسمع والله. لا اسمع يا حبيبي ما أخذ منك ما يمكنه يا أبوك. لا تعطيها وضعية داشرة سلاب وانت قشطة تركد. ها منت مايمي. هي اركض اركض يا حبيبي مقابلك. عمرك باقي بيبي جوي زمان النية. العب زمان النية ما تخوف ترى. اهدى ما تخوف ترى. لا انت باقي بيبي جوي لطيف. انسان لطيف. ايه انسان لطيف قشطة نايم حلو مزيون خويني مزيون. والله خوتي شباب. انا في بيشة ترى معي. اي بروح معك والله. مرحبا. بعدين احسن ما فيك يا طويل العمر ابتسامتك. انسان حلو وبدك نظيف. نظيف برا بس ما ادري من جوا والله. شوف سلم لحمتك. فلذلك والله اخوتك حلو محمد. لكن ما صلع. انا اشوف انا انصحك مني. احب اللطيفين هذول القشطه الكويسين. احب يعني اني اخويهم ما شاء الله. اي فلذلك انصحك انك ما تروح معي. ما ادري ليه. ايش رايك الشمساني؟ ايش والله الشمساني يهدسك. انا ما ادري يدخل يلا جعلها دوم. انت كيف بدون اعلان يا خوي. طعن يا محمد. لا اله الا الله. اسمع غيمة من كتمت يا غيمة. ايش المدارة؟ نبي مدارة. وش المدارة؟ مدارة وش يا ابو محمد؟ المدارة من هتك فيني كناه لا مني وكناه. تعال خلنا نجمع دراهم. تعال انا بمشي بروح اخذ جولة. خلنا نجمع دراهم ويصير في الارض. في ولد هنا لازمني اروح له اقومه. خلاص يلا بدي نروح له. خلنا نجمع يدرس ورعانكم. يعني انت الخسران. اوه مدرس. خله شوي خله يرتاح شوي. خلنا ناخذ درام بدي نروح له. يدرس ورعانكم. خله لا ورعانه بينجحوا. تعال خايف ليش؟ تعال
ترالي غزالة ما أحلى الصنف ما قد سيق لغيره. الله الله يقهونا غسالة الفناجيل ذكر ريق تقرأ عليه الناس الجمعة عليه حسين. الله لا يبلاك فيني ضيق وندرى عن منقود ودرى على السمح. ترى لي غزال ما أخو يقبل صنف ما قد سيق. أبو محمد لبيه يا عائد يا أخو يا حبيبي اقبل فدوة اقبل. صار منه اي والله من عشر بيت كنت انسان محترم اخلاق مبسوط لين رحت معهم 40 يوم صار منه جيت ملكع يا اخي. بعدين بالله يا عيني في جبهة هذا آدمي هذا آدمي ديها فين يا جماعة أروح عمر باصبا والله أني أحلى منه شخصية محترمة يبغى لي ديرتي بس عارف كذا عارف يمي من العتيبي يبغى لي ديرتي سلامي على بيشاح اي عادي يا ابو محمد خوي صديقي ونتحدى ونفلها فارحب يمين من العتيب يرحب خاطري كل ما جيها وانا غايتي لو كان معلم قاعد يهرب. والله انتوا القبيحين انتوا القبيحين ما عليكم بيني وبين ايش دخلكم يا ايش دخلكم يو تشوف هذا رفيجي صديق ايش دخل انا قبيح ايش عليكم منه انتوا القبيحين الاغبياء كومنت اللي يتكلم هذا فاشل يحب يسبب حركات ما بحلوه انا احب ياخذ مذي فلذلك اللي ما يبغى يذلف مالك دخل هن في لعبة هنا مالك منهم جاتني ما هرب راح يدق ابو محمد تشوفني ايوه بس قبل شوي مقفلت يقول وين هرب ما هرب راح صوبه ناوي جيته باجيه ايه متى ترقد تغير مسيري صوب بيته الجيرانه انا لما شافني بالعين ولا الخبر بيجيه ايه جيد لغيرها المتمع لها غانا كنيتي من مسرفين العمانة فيه لولا عمامة شافت الله حقرانة آه صانك لمن دي ولا يسكيه إيه لمن دي والله ما أدري ما يبلك لا يا والله ما حولي حول القصيد شيء عماد أول مرة أشوف رجال يحب القصيد ويقول ترى يطلع قصيد هو يقول قصيد لكنه ما ما يعترف اللي حصل ما يعترف الحاج اللي عنده. وانا اصبحت من المزوج تغلى علي يزرع قلبي ويا غالي إيه؟ وانا لك مليك مثل العبد العمام اعلى قلبي خضر يا ابو محمد ايش يسوي كني ضمان يشرب الماء ولا يسقيه مريض علاجي بين صدره وذرعان انا اسعد الناس انا يا زرع قلبي يا غالي قلبي خضر ايش يسوي قلبك خضر عشيق للروضه ومغرم ومشتاق بيس العيد وش معنى قلبي خضر يا عاد قلبي خضر يا طويل العمر يعني هواوي تنجذب للناس بسرعه أنا شخص إذا حبيت واحد تحب يعني الشيء الزين أيوة أحسن لأن الزين حلو في كل شيء بقول لك شيء ممكن تسمع لي تفضل كيف الزين في السيارة حلو الزين في السيارة أشهد أنه حلو بس إذا هو معك ولا هناك لا طيب الزين في السيارة حلو صح أيوة يعني الحمد لله الحمد لله حلو. والزين في المودمي حلو الزين في السيارة ما هي بحلو الزين في المودمي انت حمار يلا ايه يا اخوي كل شيء حلو كل شيء زين حلو ما مثل
الموتر الزين يا زينة. إيه الموت الزين يا زينة. البهيمة إيه الزينة يا زينة. طيب يا بهيمة. حلو زين. يا بهيمة السيارة الزينة لما شفتها تقدر تأخذها، بس المودم الزين ما تقدر تجيبه. كيف ما تقدر تجيبه؟ ما تقدر تجيبه، ما هو بأي مود بيدخل معك. يمكن ما تقدر تجيبه، يمكن ما يوافق عليك. أما السيارة تقدر تشتريها سهلة، تروح تأخذها سيارة حلوة عجبتك. تقدر تشتري جي كلاس؟ حاليا؟ إيه. لا. طيب تقدر تشتري أنا بايعين كل شيء وشاري خوتك، هذا اللي يكفيني. الله يطول. طيب أنا بسألك سؤال، تقدر تشتري فيلا دورين في الرياض؟ لا أقدر أشتري زي موترك. طيب تقدر تشتري الحاكم حق ابن قريع؟ ما ينشرى. طيب ما تقدر، ما معك سيولة إنك تشتري. ايوه في ذاك اي سياره تبيها تشتريها؟ اي سياره تبيها يعني شفتها حلوه عادي، حتى لو تدفع دم قلبك انت بتاخذها. يعني انا اقول لك مثلا انك تقدر تجيب الحاجه هذه. ما تقدر لأن... لا في حاجه سهله توصل لها، بس المودمي الحين اللي معه دراهم اللي معه يقدر ياخذ جي كلاس، يقدر ياخذ فراري، يقدر ياخذ بس لا ما شاف مودمي حلو ما يقدر يجيبه، صح ولا لا؟ لا إلا والله ياما وكم ياما شفنا الزين وطار من جنبه هو جاسن بعمامه يا تعبان والله ما يمديك. أنت ذحين لما شفت مودمي زين ما تعرفه لا يعرفك، جيت تسلم عليه كيف حالك، سولفت معه شوي، يعني تعرف إنه بيجي صديقك؟ ما تعرف. فكر يا أخي، أنت غبي، أنت قلب، أنت هوابي قلبك خضر، بس هوابي حق برا. يا اخي انت حمار، انت حمار، انت والله شوف، انت شوف تعبتني، انا تعبت منك، انا والله العظيم تعبت. انا مالو سعد يصير يوم انه يصيح لا اله الا الله. طيب لا اله الا الله. شوف اي شيء، اي شيء اسلم. شوف اي شيء حلو ما له خشير، سواء في الإنسان، في الحيوان، في متطلبات الحياة، في الجماد، في كل شيء الحلو حلو. حلو هاي خابري. مضبوط. الإنسان الجميل، الموتر الزين، البهيمة الزينة، البهيمة الزينة، البيت. والله أنا صادق، والله ما يوم أقول بهيمة تكلم. والله صادق أنا، والله بس أنا أقول لك أنت غبي. البهيمة الزينة تقدر تشوفها كل يوم. يا بهيمة أمس. إيه زيك، أنا عين فيك بهيمتنا، عين فيك أنا زين، بهيمتنا زين، أنا عين فيها كل يوم. جعل أبوك في الجنة. فلذاك بس أنا أقول لك في مشكلة، إن في تقدر جعل أبوك في الجنة. ها أنا بروح أقوم الرجال. روح قوم بس اسمع، جهز فطور بنجيك. يا مرحبا مني جازو، بدق على عمي بنجيك. يا مرحبا، ترحب بالمطعم، نشوف البي ام الزينة. يا مرحبا، كل شيء حلو عندنا، تعالوا بس. والله اني ما ظننت انه بنضرب، لكن لا والله مرحبا. لا لا لا، بدق عليك. سم طال عمرك. يا الله. يا مرحبا يا شيخ، مرحبا مني مع دخل الله علي يا قلع يا نوبي غالي. أنا ودي إذا ودك الربع معنا رجال، بروح صحي وجيكم. تم أوكي. سالم